بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما شفنا معلومات عن السيرفر وعن الداتابيز، هنبدأ بقى نشتغل الشغل بتاعنا من اول ما هنكريت الكلاس. فاقول له كرييت نيو كلاس وهحطه جوه الاورينت. تمام، انا كان معايا عنوان كده جميل، خلينا ناخد كابي كده العنوان الاصل على 2480، وعايزين نكريت كلاس. بتكتب ايه؟ بتكتب كلاس، وبعديها بتكتب اسم الداتابيز اللي احنا كنا سميناها ريست دي بي 1 مثلا، وليكن دي الداتابيز بتاعتنا، وبعديها اسم الكلاس اللي انت عايز تعمله مثلا، وليكن اي كلاس انت هتدخل فيه بيانات، وليكن مثلا ايه امب 1 مثلا، هسميه كده. طبعا ده هيبقى جيت، استحاله يكون جيت ده بوست، لان هكرييت كلاس. تمام، الفكره كلها فين؟ طبعا لازم يكون عندي الاوثرايزيشن، انا اخش ببيزك اوثنتيكيشن كده بيوزر نيم وبس. هيكرييت ليا يا يرد عليا ب 200 اوكي، يا اما بيرد عليا بايرور كود. فرد عليا قال لي ادي 201 201 ادي كرييت كرييتد. تمام، وكرييتد على 21، عرفنا خلاص. تمام، يعني لو احنا رحنا على الداتابيز بتاعتنا كده ودخلنا على، ما فيش هنا مش موجود، انا محتاجين بس نعمل ريفرش عشان نشوف اخر داتابيز، لان احنا كريتناها من بره، كريتناها اي بي اي وكان دي مفتوحه من ساعتها يعني. ف سيشن اكسبايرد ادي ريست دي بي 1 اهي لقيناها، قلت له ماشي روت، ودخلنا كده عملنا كونكت. ممكن نخش في السكيما بتاعتنا، هي في السكيما الفيرتكس، احنا ما عندناش فيرتكس ولا ايدج ولا جينيريك، احنا جينيريك كلاس، كلاس عام. ادي امب 1 اللي احنا عملناه، لما كليك عليه كده ادي ما فيش بروبرتيز لسه فيه ولا اي حاجه خالص، لكن ده اتكريت وهو المطلوب حتى الان. يعني احنا بس جاست كريتنا الايه، كريتنا الاخ بتاعنا دوت اللي هو الكلاس الجميل ده اللي احنا شايفينه قدامنا. تمام كده، طيب حلو جدا. كريتنا الكلاس، بعد ما كريتنا الكلاس طبعا لو الكلاس موجود هيضرب، يعني لو جينا قلنا كريته دلوقتي هيقول لي امب 1 موجود اوريدي اكزيست، فيقول لي نوت ايه؟ قال لي اهو، قال طبعا طلع 500 ايرور 500، قال لي كلاس امب 1 اوريدي اكزيست موجود. كلام جميل. احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين نجيب الكلاس انفو اللي احنا عملناه ولا نكريت بروبرتي جواه؟ خلينا نكريت بروبرتيز وبعد كده نشوف الكلاس انفو بتاعتنا عشان تبقى متشافه وليها معنى، يعني دلوقتي الكلاس لسه اصلا فاضي. فقلت له ماشي، خلينا الاول نقول ايه، نقول بدل ما نجيب كلاس انفو خلينا نكرييت نيو بروبرتي اللي انا عملته ده. كرييت نيو، البروبرتيز ليها اكتر من شكل يا شباب. من ضمن الاشكال ان انت كريتها كده على العنوان ذات نفسها مباشره، مع ان انا مش بحب الاسلوب ده، وهقول لكم ليه، لان في الغالب انا هكريت كل الديفينيشن بتاعتي واشتغل عليها، بس خليني اعمل دي واعمل دي من باب المعرفه. اللي تعملها زي بكتب بروبرتي، مش عايز بس كابيتال، انا عايز سمول. قلت له بروبرتي موجود حاجه زيها اهي، قلت له بروبرتي على الداتابيز بتاعتي اللي اسمها مثلا ريست دي بي 1. تمام، وبعد ريست دي بي 1 وهقول له مثلا الكلاس اللي كان اسمه، الكلاس بتاعي كان اسمه امب 1، وبعد امب 1 بقوم اديله اسم الايه، اسم البروبرتي بتاعتي، وليكن مثلا امب اي دي، وليكن خلاص سميتها امب اي دي وسلاش، وهو محدد نوعها، هو محدد ايه، محدد نوعها. خد بالك برضو لو ما حددتش النوع هيعتبرها سترينج، يعني هو ده الديفولت، يعني انا هقول له سترينج، يعني لو ما حددتش النوع كده كده هتروح سترينج. يعني لو عملنا كده سند، رد عليا خلاص وقال لي 201 كرييتد. لو رجعنا على ده هنا اهو، ودخلنا على الامب 1 اللي احنا كنا عاملينه، نديله بس ريفرش كده لان طبعا ما حسش لسه باللي حصل فيه. طيب على ما يعمل ريفرش خلاص سيبونا من الطريقه دي، خلينا نعمل كرييت الكلاس ديفينيشن، هخليها كده كرييت الكلاس اللي هي بروبرتيز. يعني تمام، ونحطها في الاورينت دي بي بتاعتنا وسيف، اخش على البيزك اوثنتيكيشن على نفس العنوان بتاعنا بوست،
وبرده على بروبرتي تمام لغايه اسم الايه، لغايه اسم الكلاس بس، يعني لغايه اسم الكلاس بتاعنا، لغايه من غير بقى البروبرتي اسمها ايه اللي هو لغايه هنا، بس هشيل بقى ايه ام بي اي دي ده تمام. ادي الايه الشكل بتاعي. طب انا هبعت دلوقتي البروبرتيز دي بقى، عايز ابعتها على بعض، يعني انا مش عايز ابعت بقى بروبرتي بروبرتي، لا انا عايز ابعت مجموعه بروبرتيز معا تمام، مجموعه بروبرتيز ايه معا، وعشان ابعتهم ببعتهم على جيسون تمام. فانا بروح على البادي، ففي البادي طبعا عندي فورم داتا وعندي كانها فورم وعندي رو داتا يعني بيانات خام، انا هاخد بيانات خام بس مش هخليها تكست، انا هخليها جيسون يعني بيانات خام جيسون تمام. هعمل كده وقوم جاي قايل له والله بص احنا عندنا اول حاجه بتتبعت حاجه اسمها النيم تمام، او يعني ده النيم اللي هو اسم البروبرتي، يعني احنا كنا بعتنا الام بي اي دي فوق صح، هنا يعني ده اسم البروبرتي يعني اسم البروبرتي نيم، فانا هسمي مثلا ايه الاي نيم مثلا، خلينا الاي نيم عشان بس تبقوا واخدين بالكم من اللي انا اقصده. ومن هنا بحدد التايب، يعني بقدر احدد لها التايب من خلال حاجه اسمها بروبرتي تايب، بروبرتي تايب وبتساوي وحدد هنا النوع بتاعي طبعا، هنا النيم سترينج كلام جميل، واخش على اللي بعده اهو واخد كده كابي اعمل بيست مثلا، تعال على مثلا على السالري مثلا السالري، وده البروبرتي تايب مثلا هتبقى فلوت، هات مثلا الايه الجوب مثلا جوب ودي سترينج ماشي الحال، وهات مثلا البيرث ديت مثلا بي ديت او الهاير ديت هاير اتش ديت، ودي نوعها هاير ودي نوعها ديت تمام. واخر كوما دي مش محتاجينها مثلا، وليكن دول طخ كده عايز ابعته مره واحده مع الاي دي اللي انا كنت بعته قبل كده مثلا، وقلت له سند تمام، رد عليا وقال لي ان 201 ده كريتد، قلت له ماشي تعالى نروح على السيرفر الجميل بتاعنا هنا على الـ على الام بي 1، قال لي يا عم معاك الام بي اندرسكور اي دي الاي نيم الهاير ديت الجوب والسالري، وجاب لي التايب زي ما احنا شايفين سترينج سترينج ديت سترينج فلوت كله تمام كله تمام. يبقى كده احنا ايه كريتنا البروبرتيز على بعضها على بعضها. اخر حاجه اقول لكم في الفيديو ان شاء الله ان احنا لو عايزين نجيت الكلاس انفورميشن، وممكن على فكره نجيب برده الكلاستر انفورميشن، معلش خلينا ايه نبص دي ونبص دي. طبعا انا اهو انا واخد بقى كود من معلش. طيب احنا عندنا ايه 24 كده مثلا، جبت لوكال هوست 24 كام 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 كام، احنا عايزين 24 80 مش غلط تمام. طيب انا عايز اجيب الكلاس انفورميشن، بقوم جاي قايل له ايه بكتب كلمه كلاس تمام وسلاش، وقوم كاتب اسم الداتابيس بتاعتي اللي سميناها ريست تي بي 1، وقوم كاتب اسم التي ال اهو هو الجميل ده هي بس ما كناش بنعمل كنا بنعملها بوست، لا هنعملها ايه هنعملها جيت المره دي اللي هي كلاس ريست دي بي 1 على ام بي 1، وقلت له يلا وريني الانفورميشن. طبعا هو واخد الاثنتيكيشن اصلا، هلاقي ادي بقى ايه البروبرتيز اهي النيم اي نيم التايب واخد سترينج مانداتوري لا ريد اونلي لا مش عارف ايه السالري كذا التايب فلوت مانداتوري لا ريد اونلي لا الجوب اللي مش عارف ايه الاتش ديت الام بي اي دي وبعتهم لي كده تمام. كده جاب لي كل المعلومات عن الايه عن الكلاس اللي احنا عايزينه. بالمره على السريع الكلاستر، لان الكلاستر احنا عارفين ان هو مفهوم ريليتد بالكلاس بس ده اللي بيحول البيانات يعني، فلو جيت قلت له كده وقلت له جيت كلاستر انفورميشن هنلاقي معلومات طبعا شبيهه لسه. طيب هات 24 80 مثلا تمام، قمت قايل له احنا عايزين هنكتب هنا ايه بقى كلاستر على الداتابيز بتاعتنا اللي كان اسمها ريست دي بي 1، واكتب له اسم الكلاس اللي انا عايز اتيسته اللي هو كان اسمه ام 1 مثلا، وجيت عادي جدا هيجيب لك بقى ايه الريزلت طبعا فاضيه، لان احنا لسه ما فيش اي داتا موجوده جوه الكلاستر، لان الكلاستر هو عباره عن الحاويه الاصليه للايه للبيانات بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله.